قيل للشيخ باز رحمه الله ما تفسيرك لكون بعض الناس يكون مستقيم شديد الاستقامة مؤمن شديد قوي الإيمان ثم ينحرف؟ قال هذا أحد أمرين، إما أنه ما شكر الله على نعمة الهداية أو أنه عير أحدا بزيغ. وحقيقة هذان السببان فعلا ينبغي لنا أن ننتبه لهم، لأن كثير من الناس قد لا ينتبه. يمكن تشكر الله على نعمة السمع والبصر والطعام والشراب والصحة والهواء والماء، لكن تنسى نعمة الهداية، تنسى نعمة الطمأنينة، نعمة اليقين، نعمة الراحة، ذوق الإيمان وطعمه، تنساها تماما فلا تشكر الله عليها. في المقابل أحيانا الإنسان يرى هؤلاء العصاة أو المنحرفون فيهزأ بهم ويسخر منهم ويتعجب ويقول كيف هؤلاء ضلت عقولهم، ما يدري أن الذي هداك هو الذي أضل هؤلاء، وأنه قادر على أن يجعل هؤلاء مكانك وأنت مكانه. صحيح. فإياك أن تأمن، إياك أن تأمن أو تطمئن إلى نفسك. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهي نعمة.